إجا وقت الكات كريس، هي الخط ما بين جفن العين المتحرك وجفن العين الثابت. إيدنا بدها تكون بهالطريقة، انتظروا لا ينشف. مرحبا يا حلوين، فيديو اليوم كتير محمست له لأنه المكياج اللي رح أعمله روعة. رح نكون عم نعمل مكياج سهرة أو مكياج مناسبة، ورح نستخدم تقنية الكات كريس. شو هي تقنية الكات كريس؟ الكات كريس هي لما منفصل جفن العين المتحرك عن جفن العين الثابت ومنطبق لون على الجفن المتحرك أفتح من اللون اللي حددنا فيه جفن العين الثابت، وهيدا شيء بيحدد العين بطريقة كتير حادة وبيعطيه عمق. هلأ إذا حسيتوها صعبة أو ما فهمتوا عن شو عم بحكي، احضروا الفيديو للآخر لتشوفوا عن جد قديه سهل تطبيقه بس بدها تركيز. بس قبل أكيد ما تنسوا تعملونا سبسكرايب وتفقصوا على الجرس تكل ما ننزل فيديو، دغري تحضروه واعملونا لايك على فيسبوك وفولو على انستغرام. هلأ صار فينا نبلش. تارام، شفتوا قديه حلو؟ قربوا متحمسة. فهلأ رح نبلش المكياج. أنا طبقت مكياج الكات كريس على هالعين وطبقت أساس المكياج الليلة، بس عبالكن تعرفوا كيف طبق عادة أساس المكياج الليلة؟ فقسوهم. طبقت خاف العيوب وثبتته بباودر بس من فوق، رح قلكن كيف. استخدمت باودر وبرش صغيرة لأقدر أتحكم فيها أكتر، وطبقتها بهالشكل لأنه إذا لاحظتوا بهالعين الشغل كله فوق، الألوان كلها الغامقة فوق مش على الجفن المتحرك، على الجفن الثابت. أول لون رح نستخدمه هو لون غامق لنحدد الكريس تبعنا، هي الخط ما بين جفن العين المتحرك وجفن العين الثابت، يعني من هون لهون. رح استخدم هيدا اللون من هالباليت من Urban Decay. مثل ما شفتوا عم بستخدم برش مسطحة، منتطلع بالمراية ستريت وبهالطريقة منحدد الخط. ومنعمل في كأنه عم نطبق ظلال عيون مثل ما منطبقه عادة. دايما بالمكياج لنحدد زاوية العين الخارجية منرسم يا 8 يا 7 مثل ما بدكم، مهم 8 او 7 لنحدد الزاوية. من بعد ما حددنا باللون الغامق رح نستخدم لون على برتقالي لندمج الالوان ببعضها مثل هالعين. رح استخدم هيدا اللون. ما تخافوا من الالوان، عن جد كلنا كنا نتردد انه نحط الوان هيك مثل الزهر والبرتقالي والالوان هيك الجريئه فوق عيوننا، بس بالعكس بيعطوا اطلاله روعه. من بعد ما طبقنا لون البرتقالي رح ناخذ لون زهري ونطبقه فوقه كمان. رح استخدم هيدا اللون. وهلأ بلش الشغل المزبوط. من بعد ما طبقنا هالألوان ودمجناهن إجا وقت الكات كريس. رح نستخدم برش مسطحة وأكيد لازم تكون ثابتة، ونحط عليها خيف العيوب. أهم شي بهالخطوة تكون إيدكن ثابتة وتركزوا، ولأنه لازم نركز ما رح أقدر أحكيكم، لما خلصها فسرلكم. شفتوا حددت الكريس تبعي من مدمع العين لا تقريبا نص الجفن المتحرك، وهيدا اللي بدنا اياه، ما وصلت للاخر. اللي رح نعمله هلا انه ندمج شوي على الاخر، وفيها نستخدم اصبعنا كمان بهالطريقه، ونثبت خاف العيوب بباودر. حيلا باودر عندكم اياها بس اكيد تكون فاتحه. انا عم بستخدم الباودر من هالباليت من بسام فتوح، مستخدم البانانا باودر. من بعد هالخطوة مناخد فلافي براش ومنطبق لون الزهر اللي طبقناه من قبل، خطوة سحرية، ومنطبقه على زاوية العين
بهالطريقة. ما منقرب كتير. اجا وقت الايلاينر اللامع اللي طبقته من اول مدمع العين على تقريبا اخر العين. كل اللي عليكم تعملوه انه تطلعوا بهالطريقة بالمراية، تكون المراية اوطى منكم، تطلعوا بهالطريقة وتمشوا على الخط اللي رسمناه بخيف العيون. عم بستخدم هيدا الايلاينر من Urban Decay اسمه Heavy Metal. ما تكتروا اول شي على البراش، ايدنا بدها تكون بهالطريقة. واوعى تفتحوا عينكم انتوا عم ترسموه، تروا لا ينشف. اذا لاحظتوا بلش خفف شوي من حديته بالاخر بهالطريقة، تروا لا ينشف. شفتوا قديه حلو؟ كم مرة صدقت لكم شفتوا قديه حلو؟ عن جد كتير مبسوطة فيه. هلا تنزيد من حلا المكياج رح نطبق الايلاينر. هلا من بعد ما طبقنا الايلاينر، واكيد كمان محضرتلكم فيديوز عن طرق كتير هينه لنطبق الايلاينر رح ينزل قريبا، رح نركب الرموش. واذا عبالكم تعرفوا مثل العاده كيف طبق الرموش، فقسوا هون. وهلا من بعد ما طبقنا الرموش والايلاينر، بعد عندي خطوتين سريعين ومنخلص العيون. بدي احط ظلال عيون على خط الرمش اللي تحت. بدنا نستخدم اللون اللي استخدمناه اول شيء، اللي بتتذكروه رح استخدم هذا. وهلا رح طبق الماسكارا على خط الرمش اللي تحت، كثير سالتوني عنه. عم بستخدم هيدا الماسكارا من اور جلاس، رح اترك لكم كل شيء تفاصيل بالديسكربشن بوكس. هلا رح نعمل فاينل تاتشز لاساس المكياج، نزيد شوي البرونزر، الهايلايتر، نحط لبستيك وفرجيكم المكياج كامل. وهيدا هو المكياج، ان شاء الله يكون عجبكم. اكيد اتركوا لي تعليقاتكم بخانة التعليقات، واكيد ما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب وتفقسوا على الجرس تكل ما ننزل فيديو دغري تحضروه، واعملوا لنا لايك على فيسبوك، فولو على انستغرام. بشوفكم بفيديوز جديد، باي باي. اهم شيء انه نهتم بجمالنا الطبيعي، فاذا عبالكم تتعرفوا على خلطات طبيعيه فقسوا هون وهون.